رسالة لها. هل تدركين مسائل العشاق؟ هل تفهمين مسائل الأذواق؟ أو تذكرين إذا انبريت لتسمعي درر لربان حوالك باقي؟ تبغين وصلا كي يذبح وجدنا ونبيت دون معارك الأشواق، وأنا أظل مرابطا في حرقة لا شيء يسكت صرخة برواقي. أهذي وكل الناس تسمع في أهذي وكل الناس تجهل محنتي، وأراك كم تستملحين فراقي. لم تفتحي سماعة لتعانقي أذني بصوتك دون أي وثاقي. أولن تعودي كي تنيري مهجتي وأذوق من سحر الهوى الرقاق. سأظل متصلا بقلبك دائما مهما تفتت ما لديك براقي، وتظل أبوابي مفتحة هنا حتى تجودي ساعة بعناقي. يبقى فؤادي تاليا بتجود حبا يضج بلوعة عشاقي. السلام.